أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشياطين تقاتل مع الكفار؟ وهل الملائكة قد تنزل في وقتنا الحاضر لنصرة المسلمين؟ الشياطين تقاتل مع الكفار، ما أدري، ما ثبت هذا، بل إنها تغري الكفار ثم تتخلى عنهم، لأنها عدو، هي عدو لبني الإنسان، كيف تناصرهم وهي عدو لهم؟ ولا ثبت هذا إن الشياطين تقاتل مع الكفار، وهم أجبن من ذلك وأخس من ذلك، وإنما يورطون بني آدم ثم يتخلون عنهم. هذا سؤال. السؤال الثاني يقول: وهل الملائكة قد تنزل في وقتنا الحاضر لنصرة المؤمنين؟ هذا سبق أنه قلنا أن الله يؤيد المؤمنين بالملائكة، لكن ما هو مثل تأييد الرسل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.